السلام عليكم ورحمة الله، تحية الإخوان جميعا اللي في القناة في اليوتيوب عندي، تحية لكم كاملين. اليوم إن شاء الله بغينا نهضروا على واحد جوج عزيزة اللي كيضلوا بزاف الناس كيسولوني عليهم، تقول لي يا التصوير الراداري من هنا من هنا، وأنا في الدور ديالي كنصحهم تنقول لهم ودي هذاك الشيء راه ما أنا ما تنآمنش به، وهذاك الشيء راه ما تنعرفش، ما نعطيكش ضمانة بأنه يجبد ليك ولا ما يجبد ليك، راه ما نعطيكش فيه ضمانة. نعطيك ضمانة في الأجهزة اللي كنبيع اللي كنجيب هنايا وعرفت موثوقة، راه تنعطيك فيها ضمانة بحال رولي ستريكار بحال كاريت 400 اي، المهم بحال هاد الأجهزة ديال صونات حفر، هادو هادشي اللي تنهضرو، هادو كنعطيك فيهم ضمانة في كل شيء. العمق قلت لك يضربوا العمق، يضربوا العمق قلت لك ما يضربوش العمق، يعني داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين. كضرب هادي كضرب 70 سنتيم، هادي تضرب متر ونص، هادي تضرب 3 متر، هادي تضرب جوج، على بالنسبه للاجهزه اللي كنجيب انا اللي عندي في المحل ودير لها فيديوهات. بالنسبه للرادارات والسكانيرات هادو كيسولوني شحال من واحد، اغلبيه اللي كيسولوني تنقول لي اخويا داكشي راه ما تنصحو، هو تيقول لك كنقول له ودي داكشي راه ما راه ما نضمن لكش اخويا واش يجيب لك ولا ما يجيب لكش. اغلبيه الناس شراو طريطو وكذا وكذا، كي كيتقبل كي اللي كيقول مع راسو راه انا ما في يدياش، راه انا ما نقدرش نجيبه ولا لا، انا راه واجب عليا نقول لك باش نحيد المسؤوليه ديالتي. دابا ها هما هاد الجوج، دابا هاد الجوج هادو جبتهم الناس ياك، وهاد الناس هضرت معاهم سولوني كذا، قلت لهم هذاك الشيء راه كذا كذا، داك الشيء راه ما تنامن بيش انا، ما كنجيبوش يعني ما نحطوش نجيبوش نتقدى انا ونبيع الناس اللي نقول بعد ما هو عندي بغيت فيه 7 الملاين ولا بغيت فيه ما كاش، فهمتي؟ ما نقولهاش، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. المهم هاد جوج اجهزة هادو راه جبتهم ناس وصوني عليهم، عطاو عربون حيت نقول لهم انا ما نجيبوش الماء، عطيتيني عربون، عطاوني عربون راه جبتو ليهم. كاين هذا الاول سميتو، هذا سميتو جولد ستيب برو ماكس 2022، جولد ستيب برو ماكس 2022، لان الناس ملي كنقول لهم راه انا ما كنجيب كيتصحابوا واش انا ما في يدياش ما نجيبوش، راه انا تنقولها ونعاود نقول راه اي واحد باش يجهز في ما كان في العالم راه نجيبو ليه، فهمنا؟ هي انا واجب عليا نقول لك يصلح لك ما يصلح لكش، ولكن تنخليك انت نحيد انا المسؤوليه عليا باش ما نبقاش معاك في المشاكل في الاخر تقول لي اه كذا كذا كذا. بحال دابا انا هذا ما عمرني خدمت به، هو جهاز راداري تصويري وكذا كذا، ولكن انا ما تنامنش بهذاك الشيء، انا ما شخصيا ما كنامنش بهذاك الشيء. وهذا الشيء اللي كاين، اللي بغاه راه نجيبو ليه، اللي قال لك تكلف بحالك نجيبو لك بعد تجديد المسائل ديالو، ولكن انت منك ليه، فهمتيني؟ منك ليه، بقاو معايا حتى الاخر تنحل البوي زعما تنعاود لكم فيه. يعني تقول لي ما جبدلياش، تقول لي كذا، ما سوقيش انا، داك السوق بعيد عليا. راني تسني ونجيبو لك اوريجينال من الشركه عندهم، بائر شتيها ورا الماني. اوا هاد الشي اللي كاين، نبداو بهاد الاول البائر هو هذا، حيت كاين وقت تقول لي تصحاب تقول ما في يديكش زعما ما قادش تجيبو. هذا راه داز بسبعة المليون، هذا سبعة الملايين، هذا راه داز بثلاثة المليون و 40 ألف. هذا جولد هانتر سمعوا بقى نهضروا على هذا، ابا نخليو هذا والله ما بارك. جولد ستيب برو ماكس شتي هذا اللي شفتو سور كوموند، يعني شفتو الناس. انا قلت يا اخويا انا ما مسؤولش، انا مسؤول عليه في حاجه واحده، راه فيه الغارانتي، مش كنقول لكم راه انا يعني بعتيري خاسر، لا راه فيه الغارانتي ديالو، راه فيه عام ديال الغارانتي، عام حتى العامين كاين فيه، عام الغارانتي كاين فيه، في شي فيش تكنيك وقعت فيه شي حاجه راه يبدلوه لي صوب. اما انا ملي تنقول لك انا الغارانتي اللي ما نعطيكش انا، هو ما نعطيش انا غارانتي بانه يجبد لك شي حاجه، يعني ما نقول لكش انا واش يجبد اللي ما تيجبدش، انا تنقول لك من الديبار ما تنامن بيش يجبد ما يجبد، الله اعلم. انا تنحيد المسؤوليه ديالي من داكشي، انت اللي بغا شي حاجه اللي هي مضامنه انا وعرفتها ومزيانه راه ما هاد الاجهزه، هادشي هذا نتكلف لك نجيبو لك جديد،
فهمتيني، هو تيقول لك تقبض الفراغ، تقبض الماء، تقبض المعادن، تقبض الدفائن، الجوائع. اخويا دخل اليوتيوب تفرج، عجبك راه نجيبو لك بحالك بحال الناس، ولكن باش نضمن لك انا يجبد لك والله اعلم. انا كنخرج المسؤوليه ديالي، وانا لا بغيتي نصيحتي انا نقول لك ما يصلح لكش هذاك الشيء، هذا الشيء ما يصلح لك. يصلح لك هو تاخذ كاريت ولا شي جهاز صونا تحفر تماره. بغيتي تشوف داك الشيء في اليوتيوب بان لك مزيان هو هذاك اللي كي الناس المولين اللي دايرين الاشهار وبان لك داك الشيء هو هذاك منطقي وعجبك، مرحبا تواصل معايا نجيبو لخويا. ها هو جولد ستيب برو ماكس، شتي صونا الماني من شركة بئر الألمانية. مسائل ديالها هما هذا المكان البريزة، تبارك الله قداش البريزة كديرة كبير. وكاين هاد الاخر الجولد هانتر سمارت، كلشي هذا عارفو، دخلوا على اليوتيوب كتبوا هاد السميت وبيطلع لكم. هذا الجولد هانتر سمارت، شتيه في الاكرون جولد هانتر سمارت، هو شد في الايديا لانتيرات المسائل ديالو كلشي. نعم في كلشي ديالو، اللهم يسر المولاه يسخر ليه. من شركة جائر جوج باليزات ديال الماليو. هذا مكان الإخوان.